السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى أقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية مع مقال للكاتب عبد الخالق الشاهر تحت عنوان توصيات المحتوى الهابط وتحديد المفاهيم. يقول الكاتب إن قانون العقوبات العراقي العتيد كونه شرع وقتما كانت بغداد ولاية فسمي بقانون العقوبات البغدادي، فهو يعالج عقوبة من أطلق ركائب صوت يزعج الناس أو السكان إلى الجرائم التي حكمها الإعدام. فهل هناك داع لتشريع قانون الإرهاب أو توصيات المحتوى الهابط أو قوانين العدالة الانتقالية؟ ويجيب الكاتب كلا بالتأكيد، ولكن الأهداف السياسية قد تكون وراء كل ذلك. فقانون الإرهاب مثلا لم يحدد مفهوم الفعل الإرهابي، ولكنه أكد على حماية السلطة، فمن يضمن لي عندما أنتقد أو أوضح فسادا في الدائرة الفلانية ألا يعده القاضي عملا غير أخلاقي أو إساءة لمؤسسات الدولة، وبالتالي سأقوم بمغادرة نقد تلك المؤسسة الفاسدة. وبالأمس يحث السيد السوداني المواطنين على التعاون مع الدولة في كشف الفساد. لابد من تحديد مفهوم الذوق العام، الآداب العامة غير الأخلاقية، كي يعرف الكتاب والإعلاميون حجم المساحة التي تركت لهم كي يمارسوا حقوقهم الدستورية في التعبير عن الرأي. آلاف الأطنان من المخدرات تدخل إلى البلد وتخرج منه، ووزارة الداخلية ما زالت تحاول. المخدرات المذهبة للعقل، وفي نفس الوقت تقوم الوزارة بمكافحة المحتوى الهابط. كم من حالة مذهبة للعقل تجابه الإنسان العراقي وتخلق المحتوى الهابط؟ مئات، آلاف، الله أعلم. البطالة والجوع والظلم والمخدرات، التجهيل والرشوة والفرهود، ضعف وسائل التنشئة إلى آخره. هل كل ذلك يحل بتجديد الأحكام على المحتوى الهابط وتحصين مؤسسات الدولة من النقد؟ أم أننا بحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لدرء الأسباب المؤدية لانخفاض مستوى الذوق العام؟ ومن موقع الجزيرة نت نقرأ تقريرا تحت عنوان بعد انضمامه لها هل تروي اتفاقية الأمم المتحدة للمياه عطش العراق؟ يعاني العراق من أزمة مياه حادة بسبب نقص الإطلاقات المائية من دولتي المنبع تركيا وإيران، الأمر الذي أدى إلى جفاف الأنهار والأهوار وانخفاض مناسيبها، فضلا عن تسبب ذلك بهجرة الفلاحين من الريف نحو المدينة ونفوق آلاف الحيوانات ومنها الأسماك والجاموس. ويمتلك العراق نهرين من أطول أنهار العالم، دجلة والفرات، إضافة للروافد الفرعية والبحيرات المائية الثماني التي تعرضت لانخفاض قياسي في مناسيب مياهها، بما يدق ناقوس الخطر من إمكانية جفافها بالكامل. وتطرح العديد من الأسئلة عن أزمة المياه والحاجة السنوية للبلاد منها، فضلا بالتأكيد عن أسئلة أخرى تتعلق بانعكاسات انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه أو التي تعرف باتفاقية هلسنكي ومدى تأثيرها وإلزاميتها. وفقا لمعهد ميدي تيرينيان للدراسات الإقليمية، فإن العراق يفقد القسم الأعظم من مصادر مياهه، ففي عام 1933 كانت إيرادات العراق من مياه نهر الفرات تبلغ 30 مليار متر مكعب، لتتراجع عام 2021 إلى 9.5 مليار. أما نهر دجلة فقد كانت إيراداته تقدر ب20 مليار متر مكعب ونصف المليار، لتتراجع عام 2021 إلى 9.7 مليار فقط. إن ملف الخلافات المائية بين العراق ودول المنبع ملف شائك ومعقد، وعلى امتداد 4 عقود من الزمن تداخلت فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
إن استمرارية الاعتماد على طرق الري القديمة تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه، ففي ظل غياب التخطيط الحكومي الممنهج للحفاظ على الثروة المائية، من جانبه يحدد الخبير الاستراتيجي في السياسات المائية رمضان حمزة الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال هذه الاتفاقية والتي تساعد في حل أزمة المياه، وذلك عبر تحديث البنى التحتية المائية ومنظومات الزراعة والري ومنع التلوث الذي يعاني منه العراق. يقول الكاتب معاذ البدري في موقع مركز رسام إن سلوك الميليشيات تجاه سكان مناطق سهل نينوى وشمالي العراق مشابه لما يحصل في مناطق أخرى من البلاد، بل يكاد يكون صورة طبق الأصل عن نظيره الذي تشهده أحزمة بغداد ومحيطها، أو ما جرى ويجري في عدد من نواحي ومدن محافظة صلاح الدين وديالة والقائم بمحافظة الأنبار وغيرها، كلها تأتي في سياق استهداف مدروس لكافة العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الطائفي أو العرقي. ويضيف الكاتب إن الهدف الذي نبحث أو تبحث إيران عن بلوغه وتحصيله من هذه الممارسات واضح جدا، وهو صناعة خواصر طائفية تبذل طهران وسعها في أن تكون كثيرة العدد وواسعة الانتشار في مناطق متعددة من العراق، و تقبع إيران على وجه التحديد في قفص الاتهام بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها سكان سهل نينوى التي تقطنها غالبية من المسيحيين. في هذا السياق جاء اعتداء الميليشيات على بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس رافائيل ساكو، ومعه محاولة فرض السطو التامة على قضاء الحمدانية أحد أكبر مدن مناطق سهل نينوى، وتسريح الشرطة المحلية منه التي تبدو عاجزة بلا حول أو قوة أمام سطوة الميليشيات وطغيانها، بيد أن لهذا الاعتداء دلالته على أن الميليشيات إنما تستهدف العراق بمكوناته كلها، وقد سبق لها أن تورطت في تهجير المسيحيين في بغداد ونينوى والاستيلاء على منازلهم، مثلما هجرت المسلمين في محافظات العراق الأخرى ولا سيما في ديالة وصلاح الدين وأحزمة بغداد. إن الميليشيات في الوقت الذي تصادق على نفسها بأنها عدو للشعب العراقي كله، فإنها تعكس عمق إيمان العراقيين بقضيتهم وبأنهم جميعا متحدون في الرؤية بأن البلاد وما جرى من قيام أهالي بلدة قرقوش في مركز قضاء الحمدانية بمناهضة ميليشيا بابليون المعتدية عليهم وسط تصاعد حالة الغضب الشديد تجاهها لتورطها بانتهاكات ضدهم. نشرت مجلة فورين بوليسي تقريراً للصحفية داليا حتوقة من الضفة الغربية المحتلة بعنوان المقاومة الفلسطينية الجديدة، أكدت فيها أن المقاتلين الفلسطينيين الشباب تخلوا عن الانقسامات القديمة لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي. أكدت الكاتبة أن المقاتلين الفلسطينيين الشباب تخلوا عن تلك الانقسامات لمحاربة الاحتلال، وأن تنصيب أكثر حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة في التاريخ في أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي أدى إلى جعل الوضع في الضفة الغربية أكثر كآبة، وينظر إلى دعم هذه المجموعات الجديدة والمستقلة على أنه نتيجة لتزايد عدم ثقة الشعب الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية واليأس من احتمالات التوصل إلى حل سياسي للاحتلال. السلطة الفلسطينية أثبتت معظم الوقت أنها غير قادرة على وقف الهجمات على النحو الذي يمليه تفاهمها للتنسيق الأمني مع تل أبيب، كما أنها أثبتت عدم قدرتها على القضاء على جماعات المقاومة المسلحة الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، رداً على سياسات الاستيطان الإسرائيلية وعمليات القتل شبه اليومية للفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي. وبحسب الكاتبة، حفز ارتفاع عدد القتلى جيلاً جديداً من المقاتلين الفلسطينيين على تنظيم جهودهم لمقاومة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في مجتمعاتهم،
في تحد للسلطة الفلسطينية التي تنخرط في تعاون أمني مع إسرائيل، وتستهدف في كثير من الأحيان هذه المجموعات نفسها، وينحدر معظمهم من الشباب من جميع أنحاء الضفة الغربية، من مدينة أريحة إلى نابلس إلى مخيم جنين، وغالباً ما يشاهدون وهم يحملون بنادق M16 ويرتدون أقنعة لتجنب التعرف عليهم. لا يمكن استبعاد نشر بوتين لأسلحة نووية خارج روسيا أو استخدامها في أي حالة قادمة. ركز معلقو وسائل الإعلام والخبراء العسكريون اهتمامهم في الأسبوع الماضي على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر أسلحة نووية مصحوبة بمنصات لإطلاقها في بيلاروسيا، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع بوتين طوال 3 أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو، والتي تم خلالها عقد عدد من الاتفاقيات تتعلق بالتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين الدولتين. وأوضح الدكتور ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية والدكتور لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأسبق في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية أن روسيا والصين تتعاونان بصراحة وبصورة مشتركة لتحقيق نظام عالمي جديد يتم فيه تهميش الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم من وجهة نظرهما إحلال نظام متعدد الأقطاب. لا يمكن افتراض أن روسيا ستظل للأبد تنهك القوات الأوكرانية المتحفزة، ولا يمكن استبعاد استعداد بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية خارج روسيا، إلى جانب تهديداته السابقة بالبدء في استخدام الأسلحة النووية. ويوضح لنا هذا أنه إذا ما واجهت القوات الروسية تراجعاً خطيراً في أرض المعركة إلى حد فقدان الأهداف الأساسية، وبدأ أن أوكرانيا تقترب من استعادة كل أراضيها السابقة، من الممكن أن يتم اتخاذ قرار روسي خاطئ لصالح البدء باستخدام السلاح النووي. وربما تتخذ روسيا هذا القرار ليس فقط كوسيلة للتعويض بالنسبة لحرب تقليدية لا تسير على ما يرام، ولكن أيضا على أساس افتراض أن إطلاق أول سلاح نووي في حالة غضب منذ تفجير ناكازاكي ستكون له قيمة صادمة لم يسبق لها مثيل، ويؤدي إلى انقسام النيتو سياسيا، ويثير خوفا جماهيريا عاما في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، ويدفع العالم إلى الخضوع لشروط روسيا للتوصل إلى تسوية سلمية. والآن نترككم مع هذه الرسومات كاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
من المظاهر المألوفة في شهر رمضان المبارك ازدحام المساجد بالمصلين من كافة الأعمار لأداء الصلاة في جماعة، سواء كانت الفروض الخمس أو كانت صلاة التراويح أو القيام، وهي سنة مؤكدة تؤدى من أول ليالي شهر الصوم من بعد صلاة العشاء. في شهر رمضان تعمر المساجد في مشارق الأرض ومغاربها بالمصلين الحريصين على أداء تلك السنة المؤكدة، ويمتد المشهد من أستراليا شرقا وحتى أمريكا غربا، ومن أوروبا شمالا وحتى أفريقيا جنوبا، ضراعة ودعاء ورجاء لله تعالى. السفوف حلوى ضرورية على مائدة رمضان في المغرب، تعرف السفوف أو تعرف شهرة واسعة ومكانة أساسية على مائدة إفطار رمضان في المغرب، فهي تدخل في خانة الحلويات المميزة التي تظهر مع الشهر الفضيل، وهي عبارة عن دقيق محمص في الفرن ممزوج بكمية من اللوز المقلي والسمسم المحمص وحبات اليانسون والقرفة ممزوجة بالزبدة، وهي غنية بمواد غذائية مفيدة للجسم يقاوم بها الصائم الجوع، وتقدم عادة مع الشاي بعد الإفطار، وهناك من يفضلها مع كأس حليب أو زبادي في السحور. يرجع عدد من الباحثين في الطبخ أصول هذه الحلوى إلى قرون خلت، فهي في الأصل خلطة بدوية من دقيق القمح والشعير والحمص، وتطورت مع مرور الزمن كما يقول الشيف المغربي الهادي. تمنح السفوف الجسم طاقة تحمل تحمل الجوع في رمضان، كما أنها تعد من الحلويات التقليدية التي تحضر بمناسبة السبوع، وكانت تقدم للنساء بعد الولادة قبل أن توزع على الضيوف وتكون ضمن ما يقدم للزوار المباركين بالمولود. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. العراق خارج جودة الحياة. 20 عاماً بعد احتلاله يخرج العراق من تصنيف مؤشر جودة الحياة، فما الذي يعنيه ذلك؟ أخطاء وكوارث. لقد ارتكبنا أخطاءً في العراق. بهذه العبارة لخص الدبلوماسي الأمريكي زلمي خليل زاد جانباً من المأساة. تصريحات خليل زاد جاءت بالتزامن مع الذكرى 20 لاحتلال العراق عام 2003 وخروج العراق من المؤشر العالمي لجودة الحياة لعام 2023، فالمؤشر الصادر عن قاعدة البيانات العالمية نامبيو، والتي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان وجودة الحياة في 87 دولة، قد أخرجت العراق من القائمة استناداً إلى القوة الشرائية ومؤشر التلوث وأسعار المنازل وتكلفة المعيشة والأمان والرعاية الصحية ومؤشر المناخ بحسب مؤشر نامبيو. صحة مفقودة وفقر مدقع. خصص العراق 2.5% فقط من موازنة الدولة لعام 2019 للجانب الصحي، بما يعد مبلغاً ضئيلاً مقارنة بدول أخرى بحسب وكالة رويترز، فالعراق ينفق أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر منه بحسب منظمة الصحة العالمية، ويعاني النظام الصحي من أزمة متمثلة بنقص الدواء وقلة أعداد العاملين بالرعاية الطبية وهجرة الكفاءات وفقاً لبي بي سي. أما بالنسبة للفقر فهناك ما يقرب من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة الفقر نحو 24.8% وفقاً لدراسة لوزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي لعام 2020. والمحافظات الأفقر تتصدرها محافظة المثنى بنسبة 52% والديوانية ب 49% وذي قار ب 48% بحسب وزارة التخطيط. تلوث وأزمة سكن.
نسبة تلوث الهواء في العراق عالية وبواقع 66.99%، أما عن تلوث مياه الشرب وعدم إمكانية الوصول إليها فتبلغ 55.50%، فيما تبلغ نسب الضوضاء 52.06% بحسب مؤشر نامبيو 2021. أما ما يتعلق بأزمة السكن فالعراق بحاجة إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية للحد من ارتفاع أسعار العقارات وحل الأزمة المتفاقمة الناجمة عن مافيا العقارات والإقراض العقاري وارتفاع معدل النمو السكاني. برأيكم ما هي أسباب أزمات العراق؟ بهذا الفيديو نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.